إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني في هذا البيت المبارك من بيوت الله تعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان ويغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاعر. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا فضله ونحن مجتمعون في بيته على طاعته. مرحبا بكم في اليوم الخامس والأخير من الأسبوع العلمي الشباب بين الدنيا والدين. روى أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن من وفاء كوفاء السيف، فينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال قائل: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمما لا شك فيه أن أمتنا تحتاج في خضم هذه المحن المتتابعة والفتن المتراقبة إلى سواعي فتية وقلوب حية تنظر لحب الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والغيرة على دين الله، ترفع راية الإسلام خفاقة من جديد وتعيد مجد أمتها السليم. ولمن تكون هذه السواعي الفتية والقلوب الحية إلا نبذ الشباب، هذه الفئة المباركة التي اصطفاها الله تعالى لنصرة أنبيائه ورسله نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول، حتى أعز الله دينه ونصر دينه. ومما لا شك فيه أيضا أن الشاب المؤمن في هذا الزمان يعيش قابضا على دينه كالقابض على الجمر كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج في كل وقت وحين إلى من يذكره بالله ويشد على يديه ويطمئن قلبه بوعد الله عز وجل. وخير من قام بهذه المهمة هم العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا يكاد حتى يذهب ذلك كله وينقلب قوة ويقينة ويقينا وطمأنينة وشجاعة. فسبحان الله تعالى، هذا هو حال العلماء الربانيون والدعاة الصالحون في كل وقت وحين. وما تذكر الشباب في زماننا هذا وذكرت دعوة الشباب، فلا نجد في هذا الميدان وهذا المضمار خير من هذا الفارس الذي خلق الله تعالى محبته في قلوب عباده وكتب الله له التوفيق والسداد فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فليتفضل مسددا لمصطفى النور به عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم ربنا اللهم لبيك ربنا وسعديك، والخير كله كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة تحيي بها ليلنا بالخير بين يديك وتجعلنا بذلك صوابين قوامين ذكرين شكرين يا رب العالمين. اللهم أعين الكلمة. أما بعد،
يعني اتمنى ان محدش من الاخوان يبص للمنجم الشرايح بس خليكم معايا خلاص يعني اخونا تحت الثاني منجم من غير شرايح فلو شربتها جنب الله المستعان فانتوا خليكم معايا ان شاء الله احنا في ليله النصر من شعبان باذن الله سبحانه وتعالى وهي ليله تحدث عنها يعني جماهير كثيره عظيمه من علماء السلف شيخ الاسلام ابن تيميه يعني تحدثوا عنها بفضلها وباختلافها شيخ الاسلام ابن تيميه الامام الاوزاعي علماء او تابعي اهل الشام فاطمه وتلامذته اسحاق بن راهويه ابن حجر العسقلاني الامام النووي الفيروز تبادل كثير جدا 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 من العلماء سواء من المفسرين او من شراح كتب السنه تحدثوا عن فضل هذه الليله فطبعا الليله لها فضل عظيم جدا فاحنا مش عايزين يعني مش عايز اكفر عليكم من الكلام في هذه الليله ولكن يبدو ان الواحد فعلا يعني في هذه الليله فضل منه الله يعني اكتسب شيوخ كريمه ليه شيخ طارق وشيخ سامح ربنا يبارك فيهم ويبارك في كلامهم الطيب اللي فيه قبول بفضل منة الله سبحانه وتعالى بكل هدوء كده كلام بيبقى جميل مش بيزعقوا بقى ويخططوا كده ويبقى يطلعوا من الشاشه كده يطلعوا على الناس كلها على الفيديو ده فكان الله المستعان يا اخواني يعني لاول مره في حياتي اتاخر هذا التاخر عن درس يعني نويت لله سبحانه وتعالى ان اجي لاتحدث مع اخواني ومع يعني من من الله قبل عليه بالمجيء الى بيته عن حاجه من امور دي المقصد يا اخواني ان الواحد ما خلصش الطريق حاطه قدره يعني الواحد قال من القاهره لطنطا في القاهره مشوار فرض من القاهره لطنطا بايه مثلا ساعه وربع ما خلصتش الطريق حاطه قدره فجيت متاخر الواحد وهو جاي قاعد يفكر طب يودي لو انا في طريق من طرق الدنيا ما خلصتش الطريق حاطه قدره ايه اللي هيحصل يعني اخرها ايه اللي هيحصل اتاخر عن المشوار بتاعي المشوار بتاعي كله هيروح المصلحه اللي انا رايحها تروح ولكن لو انت ما قضبتش الطريق لله حق قدره، لو ما عرفتش انت لسانك قد ايه عشان توصل لربنا، لو ما حسيتش انت متاخر عن ربنا قد ايه، دائما انا مفكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم سيدنا علي بن ابي طالب اجابه والله يقول: اللهم اني اسالك الهدى والسلام وانوي بالسلام سلام السهم، اقول يا رب انا لو هنطلق ليك بسرعه السهم بسرعه السهم المنطلق طب انا هوصل في يوم معنى ان انا محتاج عشان اوصل لربنا ان انا افضل من الوقت لاخر عمري مهما طال بيا العمر منطلق الى الله زي السهم المنطلق معناه ان الطريق طويل يا جماعه معناه ان احنا متاخرين يا اخوانا معناه ان احنا لسه في مشاعر ايمانيه احنا ما استناش حد اصلا في مقامات سخنت في قلوب الصالحين احنا ما نعرفش عن اي حاجه هتفضل متاخر كده لحد امتى في بعض الاطفال الميلاد في النصف من شعبان ليله تطفى فيها الاعمال وبعض الاطفال طب تخيل صحتك لما تطلع لربنا دلوقتي هتفضل صحتك كده هتفضل صحتك بهذا الهزال اللي هي فيه هتفضل راضي بالوضع اللي انت فيه هو صحتك دي لو اترفعت جنب صحف الصديقين والصحابه والشهداء هتروح فين؟ هتروح فين وسط كل دول؟ صحتك دي وزنها عند ربنا هيبقى قد ايه؟ عايزين ننتبه يا جماعه عايزين ننتبه منظر ابو مجاهده يوم غزو احد والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ياخذ هذا السيف بحقه وابو مجاهده لما لقى الفرصه خد السيف وكل اللي يقاتل بيه حتى طرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده ابو مجاهده عرضت عليه الفرصه ما ضيعهاش دخل التاريخ دخل في كتب التاريخ كلها بسبب ان هو انتهز الفرصه اوعى تضيع فرصه رمضان اللي جاي بعد ايام ابو مجاهده ما ضيعش الفرصه شوف خد ايه وفضل اعظم موقف يدخل لابي مجاهده اوعى تضيع الفرصه اللي ربنا جايبها لك دلوقتي منظر انس بن النضر رضي الله عنه وصحابه كلهم رايحين من بدر فرحانين وبيضحكوا ومستبشرين بفضل الله عليهم وهو اللي بيبكي فيهم وحزين وقلبه بيبكي دم ليه؟ لكن ادركت مشهدا اخر مع رسول الله يا ندمي ان جت فرصه مع النبي عليه الصلاه والسلام وفاتتني فلما ادرك مشهدا اخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ومزق حتى لم تعرفه اخته الا ببنانه
رمضان جاء يا جماعة في خلال أيام هتعمل إيه في رمضان؟ منظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيحكي عن يوم غزوة أحد وبيبكي والدموع نازلة من عينيه وهو يقول ذلك اليوم كله لطلحة، طلحة سبقني في اليوم ده ربنا. سيدنا أبو بكر حزين إن في يوم من الأيام اتسبق لربنا، إن في حد سبقه في يوم من الأيام لله سبحانه وتعالى. اوعى تتسلى لربنا في رمضان، اوعى يجي رمضان وتبقى من الصفوف الاخرانيه، اوعى يجي رمضان وتخرج منه زي ما دخلته. كل معركه من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليها بطل من الابطال. بدر الثلاثه، اول ثلاثه طلعوا سيدنا علي وسيدنا حسن، اول ثلاثه طلعوا من اجل القتال ربنا نزل فيهم قران في سوره الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم، اول ثلاثه مسكوا سيوف وطلعوا القتل مباراه في سبيل الله كارتين غزوه. طب ما في قبل كده كان في سرايا وكان قبل كده كان في غزوات؟ المره دي احنا بنحارب مكه، المره دي احنا بنحارب البلد اللي الدنيا كلها هتقوم لو في سيف واحد اترفع عليها. المره دي المخاطره اكبر مما يتخيل اي احد، المره دي المبارزه عواقبها اكبر مما يتخيل اي احد. كانوا ثلاثه ربنا نزل فيهم قران يوم غزوه احد، ال 14 صحابي اللي سبقوا حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اكبر ابطالها. يوم غزوه نقطه خالد بن الوليد وتسع سيوف بتتكسر في ايديه والجسم ما بتتكسرش ولا بتتحرك في مكانها. انت كل اعمال حياتك في دين ربنا اللي عملتها من يوم ما صحيفتك كتب عليك عمل فيها، لو اتحطت من زاد وتحط كسر التسع سيوف في ايد خالد بن الوليد يوم نقطه في ميزان، ايه اللي هيربط؟ ايه اللي هيتقل؟ لو كل اعمالك اللي انت عملتها طول حياتك اتحطت في ميزان واتحط تقطيع مصعب القوامات تحت الرايه لفحص حتى لا تسقط الرايه في الكفه الثانيه، ايه اللي هيربط؟ لو كل اعمالك الصالحه في حياتك اتحطت في ميزان واتحط اخلاص صحابي واحد، صدق صحابي واحد، بكاء صحابي واحد، ايه اللي هيربط يا جماعه؟ كل معركه من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليها بطل، كان ليها بطل من الابطال. يوم الهجره كان بطل مع النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق. مين اللي هيبقى بطل رمضان؟ مين اللي هيبقى بطل في رمضان؟ مين اللي هينال بطوله في رمضان هذا؟ في رمضان ربنا فتح على ايد الصحابه في بدر وفتح على ايد الصحابه مكه. انت ربنا هيفتح على ايدك ايه في رمضان ده؟ ايه الفتح اللي هيجي على ايدك في رمضان ده؟ يا ترى يا جماعه هندخل رمضان وهناخد منه واحنا زي كل سنه مش متغيرين ومفيش حاجه متغيره فينا؟ انا عايز اسالك انت هتتغير؟ انت هتبكي لما تسمع كلام الله؟ انت هتبكي لما تبص للسماء؟ انت قلبك هيطهر؟ انت شهواتك هتتخلص منها؟ انت صحتك هتبقى من غير ذنوب؟ انت هتنام وانت حاسس ان ربنا راضي عنك؟ انت هتبقى صواب قوام؟ انت ابواب الجنه هيفتح ليك انك تدخل منها؟ انت هتعتق من النار؟ انت هيتغفر ليك ذنوبك؟ انت هتتغير؟ انت هتبقى راجل؟ انت هتبقى جندي من جنود ربنا؟ انت الشهوات اللي ماليه قلبك دي هتتطهر من جوه قلبك ونفسك هتزكي؟ انت يا الكلام ده هيحصل امتى؟ احنا داخلين على رمضان، لما حسبت يوم رمضان اللي هيصام في الايام القادمه باذن الله ربنا احيانا ان شاء الله، لقيت انه يعني حوالي بالظبط 50,000 ثانيه، 50,000 ثانيه عشان نبقى امناء و400 ثانيه، 50,000 ثانيه، قلت سبحانك يا رب، 50,000 ثانيه تقضي عطس وحر 50,000 سنه يوم القيامه. احنا داخلين في موسم الثانيه فيه بتقرب بسنه بس مش سنه من سنين الدنيا، سنه من سنين الحر والعطش في يوم القيامه. انت داخل على رمضان ليك 60 دعوه مستجابه، 60 مشكله من مشاكل حياتك اللي ما بتبينكش من التفكير فيها قدامك انها تتحل في رمضان باذن الله. 60 حلم من احلام حياتك ان هو يتحقق. لو واحد من اغنى اغنياء الدنيا اداك 60 شيك على طيران يبقى حالتك ايه؟ لو اغنى واحد في الدنيا قال لك الخزائن بتاعتي هتتفتح لك 60 مره، خد اللي انت عايزه منها. ولله ولكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه، في كل يوم وليله، حديث صحيح، في كل يوم وليله وليس في كل يوم فقط. عندك 60 فرصه للاكل من النهارده، 60 فرصه. ولله، حديث صحيح، ولله في كل يوم وليله
قلت اطلاق من النار في كل يوم، يعني يوم واحد صح في رمضان مصيرك كله ينقض، يعني ليله واحده صح في رمضان مصيرك كله ينقض. عشان كده تعرف ليه سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام لما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له يتحط مناخيره في التراب وتتسلم القيامه، هو بيلف على عبد عبد يسحب من اي حد حسنه او حسنات لان موسم الحسنات كله اتفتح قدامه وهو اللي ضيعه. يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز حسنات تعالى، يا اللي عايز دنيا كلمه الخير في القران كثيرا ما اتت بمعنى الدنيا وخير الدنيا، يا اللي عايز دنيا تعالى، يا اللي عايز تفريق كروبات تعالى، يا اللي عايز رزق تعالى، يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز الجنه تعالى، يا اللي عايز المغفره تعالى، يا اللي عايز الاكثر من النار تعالى، يا اللي عايز تتغير تعالى. اذا كان الكون كله بيتغير في رمضان انت مش هتتغير في رمضان، انت هتتغير، انت هتتغير. لو رمضان جه وانت ما اتغيرتش هتتغير امتى؟ لما ربنا لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح نزل القران، نزلت صحف ابراهيم في اول ليله من رمضان، ونزلت التوراه لست فضائل من رمضان، ونزل الانجيل ل13 فضائل من رمضان، ونزل الزبور ل18 خلونا من رمضان، وانزل القران ل24 فضائل من رمضان. المقصد ان كل رمضان 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 رمضان، بدايه الامم كلها كانت في رمضان، بدايه الفتح كانت في رمضان، بدايه الدين عبر التاريخ كانت في رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. اشمعنى رمضان؟ لان رمضان ده البدايه، رمضان ده بدايتك، رمضان لو ما بقاش بدايه ليك في علاقتك بالله هتبدا امتى؟ اذا ما وصلتش لربنا وابواب الجنه الثمانيه مفتوحه، وابواب السماوات السبعه مفتوحه، وابواب رحمه ربنا وخزائن رحمه ربنا مفتوحه، امال هتوصل ربنا امتى؟ امال هتدوب امتى؟ امال هتتغير امتى؟ امال هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ عايزين نقوم يا جماعه، عايزين نقوم نقوم، عايزين نستشهد. احنا متاخرين في طريق ربنا قد ايه؟ احنا متاخرين قوي يا جماعه، احنا متاخرين في معرفه الله، متاخرين في فهم الاخره، متاخرين في علاقتنا بالقران، متاخرين في منسوب الايمان في قلوبنا، متاخرين في صورتنا بالله، متاخرين في كنديتنا. احنا هربانين التجديد لدين ربنا سبحانه وتعالى، ده احنا لسه ايام ورانا. هنعوض كل ده امتى؟ وهنوصل لربنا امتى؟ لو ما تغفرلكش في رمضان هيتقفل لك امتى؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يعني ايمانا واحتسابا؟ احتساب انك انت طول ما انت صايم فاكر الجنه، كل ما بتعطش معلش عشان عصير الجنه، كل ما تجوع معلش عشان طعام الجنه، كل ما تحس انك تعبان معلش عشان الراحه في الجنه. احتسابا عايش مع الجنه بقلبك طول اليوم، ايمانا عايش مع عظمه ربنا اللي انت صايم عشانه طول اليوم. كل ما تتعب عشانك يا رب، كل ما تجهد فيك يا رب، كل ما يحصل لك اي حاجه او تستطيع اي طعام او شراب فيك يا رب ومن اجلك يا رب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا عايش طول الصيام مع الله ومع الجنه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ترجع تقوم والدتك وامك بعد رمضان. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليله القدر لوحدها قامت مقام الشهر كله، الشهر كله صيام وقيام بالمغفره. ليله القدر لوحدها بالمغفره قامت مقام الشهر كله، كل الفرص المفتوحه ليك. وبعدين وبعدين هتوصل لربنا في رمضان قد ايه؟ لو ما وصلتش لربنا في رمضان هتوصل امتى؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يواصل الايام في رمضان، الرسول عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يضيع لحظه في رمضان، لحظه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت شخص همتك لربنا قد ايه؟ لو دعائك لم يستجاب في رمضان هيستجاب امتى؟ لو ما عرفتش ازاي تدعي ربنا في رمضان وابواب السماء مفتوحه كما صح لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. امال هتدعي انت؟ هتدعي انت؟ عايزين نرفع شعارنا دلوقتي يا جماعه من قبل ما يجي رمضان، واحنا في ايام رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. والله اعلم عملنا هتقبل ولا لا، والله اعلم، الله اعلم قبول ربنا لينا هيبقى ايه. هتقبل خطوه من خطوات تستعرض ربنا ولا لا؟ هتقبل ركعه من ركعات تستعرض ربنا ولا لا؟ هتقبل صدقه تستعرضها ولا يوم صمت ولا لا؟ يا ترى هتقبل ولا هترد؟ يا ترى هيحصل ايه في صحتك ولا صحتك هترفع فعليين من كتر اعمال الصبر اللي فيها؟ ولا ربنا هيستفيد؟ احنا قادمين على شهر الاستفاضه، شهر رمضان. الامه دلوقتي مقبله على مرحله استفاضه، على مرحله امامه. لما ربنا اراد ان يمكن لبني اسرائيل قبل ما ربنا يقول ونمكن لهم في الارض، قال ونجعلهم ائمه. قبل ما ربنا بيريد ان الامه تنتصر بيبتعث ائمه، بيبتعث رجاله تشيل، بيبتعث ناس تشيل الدين ده. يا ترى انت من الناس اللي ربنا يستفيد ولا لا؟ انت من الناس اللي ربنا يختارها ولا لا؟ انت من الناس اللي هتصطفى في الفتره القادمه لاعاده التمكين لدين الله في الارض ولا لا؟ انت فين من ربنا؟ عايزين نرفع شعار مضى عهد النوم، مضى عهد النوم، خلاص عايزين نقوم بقى، عايزين نفوق بقى، عايزين نبتدر اللي فايت مننا بقى، عايزين نقبل على الله بقدر وسعنا في الفتره الجايه قبل رمضان وفي رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. مضى عهد النوم. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يقول للسيدة عائشه: يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي، لا ينام قلبي. اللي ما بينامش ما بينامش ليه؟ اللي بيحب ما يعرفش ينام، والخايف ما يعرفش ينام، واللي شايل الحب ما يعرفش ينام. يا ترى ايه الهموم اللي في قلبك؟ ايه الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان؟ ايه الهموم اللي تخليك تنقرص كل لحظه في رمضان؟ من ضمن الهموم يا جماعه، من ضمن الهموم اللي تخليك تنقرص كل لحظه في رمضان هم الاخره، هم الدار الاخره. هتعمل ايه يوم القيامه؟ حد منكم فقر يا جماعه؟ حد منكم عايز زي ما كان الصحابه بيعيشوا لغايه ما كانت دموعهم بتنزل على خدودهم من شده معايشه احداث الدار الاخره؟ حد منكم فكر لما هيدخل في اخطر مكان على وجه الكره الارضيه؟ عارفين اخطر مكان على وجه الكره الارضيه؟ المكان الاخطر من المفاعلات النوويه، المكان الاخطر من اي مكان فيه خطوره على وجه الاخطر من السجون واللبر، مكان القبر. القبر اخطر مكان على وجه الكره الارضيه. لما تدخل القبر فكرت هتعمل ايه؟ فكرت احوالك هتبقى ايه؟ فكرت انت بتدفن حد من اخوانك بايديك تحت التراب، هيبقى حالك ايه لما تبقى انت مكانه؟ هم الدار الاخره. قال تعالى: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هما بيسالوا عن الجبال ليه؟ واحد مستهزئ يسال عن الجبال ليه؟ ما يوم القيامه يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام، انت بتحدثنا دلوقتي ان يوم القيامه هيبقى يوم حر. ايوه، طب ما لو يوم حر شديد الحر ممكن نهرب لاسنان الجبال وظلال الجبال نستظل فيها. بتحدثنا عن يوم القيامه ان هيبقى يوم عطش وظما. ايوه، طب ما الجبال معظم المياه، بل كل المياه اللي بتتفجر في الارض اصلها طلع ويربحها طلع من الجبال. هنهرب في الجبال نشرب منها؟ يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام، انت بتحدثنا عن ان الملائكه تقتدنا للعطش على الله يوم القيامه. ايوه، طب ما احنا لما حد ممكن يطالبنا في الدنيا ممكن نهرب من الجبال، ممكن نهرب في اي مدخل في جبل من الجبال. يبقى يوم القيامه كل اللي انت بتهددنا بيه، وكل اللي انت تخوفنا منه، وكل اللي انت بتسرعنا منه ممكن نهرب الى الجبال منه يوم القيامه. ويسالونك عن الجبال فقل تاتي فجأة، فقل ينسفها ربي. مش يهزها ربي، مش يفلتلها ربي، ينسفها ربي. ده كل القنابل النوويه اللي على وجه الكره الارضيه لو وقعت على سلسله جبال واحده من جبال الكره الارضيه ما تنسفهاش. النسف هو الازاله الفوريه للشيء، التدمير الفوري مع الازاله الفوريه للشيء. نسف ينسفها ربي. قوه الله سبحانه وتعالى لما تاتي على الجبال بالنسف يوم القيامه ينسفها ربي نسفا. نسفا يعني مش نسف مجازي، مش كلام بلاء، ده نسف حقيقي، ده نسف من اللي انتوا تعرفوه في الدنيا. فيذرها قاعا صفصفا. القاع هو الصحراء كسراب بتضيع، والصفصف هو الصحراء. تبقى عامله زي الصحراء بالظبط، عامله زي الارض المتسببه، عامله زي الارض اللي ما كانش فيها اي ارتفاع على الاطلاق. فهذا سيكون منشأك في هذا اليوم.
إلى أين ستهرب في هذا اليوم؟ إلى أين ستفر في هذا اليوم؟ يبقى من ضمن الهموم اللي تخليك بتنام في رمضان هم الدار الآخرة، هم اليوم الآخر، هم الميزان اللي تتسدل القلوب عنده. والفائز في رمضان له معاملة في الدار الآخرة غير أي إنسان تاني خالص. ساعة الموت، ساعة الأحزان، ساعة البكاء، ساعة الرعب، ساعة الوجل. والصائم فرحتان، فرحة عند موته وفرحة حين يلقى الله. تخيل الفرحة دي شكلها ايه؟ في القبور، قبور الناس، ده قبره ايه؟ ده قبره روضة، ده قبره حفرة من حفر النار. فإذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي وقاية، وقاية من عذاب القبر، وقاية من عذاب النار، وقاية من همزات الشياطين، وقاية من كربات الدنيا، وقاية من شهوات الناس، وقاية من عذاب القبر. الصيام جنة، لحظة البعث، الشهيد بيطلع ريحته ريحة المسك، الصائم رائحته أو خلوفه مؤطيب عند الله من رائحة المسك. تخيل رائحة الصائم عند البعث أفضل من أي حد في الدنيا. تخيل صحة الميزان لما كل عمل أنت بتعمله بيضاعف 10 حسنات 700 حسنة إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، أنا أجزي به. يعني أحيانا ممكن موظف حكومة يعمل حاجة يقوم يدور المستشفى يديله علاوة، وأحيانا يعمل حاجة رئيس الجمهورية بنفسه هو اللي يلبسه وسام شرف، وأنا أجزي به ولله المثل الأعلى، وأنا أجزي به. تخيل يوم القيامة، تخيل يوم القيامة للفائزين في رمضان، قبور الفائزين في رمضان، جنات الفائزين في رمضان. أين أنت من كل هذا؟ من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الثبات، هم إن إحنا نثبت، هم إن الزلازل الواقع ده نثبت. قال تعالى: ولا بدلوا تبديلا، ما تبدلوش، ما تغيروش. مرت السنين وهم لسه زي ما هم، بعد 5 سنين مين فينا هيفضل زي ما هو؟ بعد 10 سنين مين فينا أحلامه هتفضل زي ما هي؟ همه زي ما هو، كليته لدين الله زي ما هو، مشوا على الطريق السليم بإذن الله زي ما هو. مين فينا اللي هتعدي السنين وهو لسه لم يتبدل ولم يتغير؟ ولا بدلوا تبديلا، ما تبدلوش ولا تغيروا. معايا يا اخواني، معايا يا جماعة، مين فينا مصمم انه يطلع على الطريق ده؟ مين فينا مصمم انه يثبت مهما وقع اي انسان؟ في جيش طالوت: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. اول ما جم عند النهر 95% منهم نزلوا شربوا، 99% منهم نزلوا شربوا. كان اللي خارجين في جيش طالوت ما يفرقوش عن حضراتكم اي حاجة، بل بالعكس كانت لحاهم اطول من اللحى بتاعتكم. وكان النقابات اللي النساء لابسينها ممكن اشد حشمه من النقابات اللي الاخوات لابسينها دلوقتي، ولكن اول ما عرضوا النهر، اول ما عرضوا في الدنيا، اللي قالوا اخترنا طريق الجهاد يا رب، اللي قالوا اخترنا طريق الصحراء من اجل تحرير الارض المقدسه يا رب، اللي قالوا اخترنا طريقك يا رب، اللي مشوا في الوقت اللي كل الناس خايفه تمشي فيه ورا الدين، وجاهدوا في كل الوقت اللي كل الناس خايفه تجاهد فيه، ونصروا دين ربنا في الوقت اللي كل الناس خايفه تنصر دين ربنا فيه. 95% منهم شربوا من النهر اول ما عرض عليهم. مين فينا كان حد سنين وهو لسه قلبه طاهر، وهو لسه عايز ربنا، وهو لسه لا يحسنه غير ان الفجر يروح عليه مره، ولا يفرحه غير ان قليله يقومها بين يدي الله يبكي فيها من اولها لاخرها؟ مين فينا هيثبت يا جماعه؟ خم الثبات من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان خم الحرق. واخرين منهم لما يلحقوا بهم، ده دول مش الصحابه، ده دول ناس جنب بعض الصحابه، بينسوا ويجروا ويحاولوا زي ابو مسلم الخولاني لما كان يعلق الكرباج ولما رجله تتعب بعد 3 4 5 6 ساعات قيام يجلدها بالكرباج ويقول لها: قومي قومي والله لا اسحفن بك زحفه، قومي. ايحسب اصحاب محمد ان يستهزئوا به يقولنا ازاي؟ عايش مع الخوف، عايش مع حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايش مع اللحظه اللي هيقابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال على العهد والميثاق. قومي، فوالله لا اسحقن بك زحفه حتى يكون الكلل منك لا مني. لو اطلتني هقطعك واكملها زحف ربنا. مين فينا عنده الهمه دي؟ ربنا رمضان ده لو راح ممكن ما تجيبوش تاج. عيش ان ده اخر رمضان في حياتك، عيش انك ان هو رمضان مودع، عيش ان ده رمضان ارفع لقاء شعار حياتك هنا رمضان مودع. بس انا بودع الدنيا دي في رمضان، رمضان ده يبقى اخر حاجه في الميزان بتاعي.
رمضان ده يبقى اخر حاجه اعملها في حياتي، اخر رمضان في حياتي هتعمل فيه ايه؟ لو ما لحقتش البسماءوك في رمضان هتلحقهم امتى؟ لو ما لحقتش الصلاحين في رمضان هتلحقهم امتى؟ لو ما وقفتش في النار من النار مع 60 فرصه للعطف من النار هتوقف امتى؟ يا حصري كل واحد تحت السحور وقاعد ياكل ومش عارف ان في لسه تتكتبت، لسه تتكتبت مثلا يعني لسه تتكتبت فيها اسماء اللي عضقوا من النار في هذه الليله، وقاعد ياكل وقاعد مش واخد باله ان هو لسه خلاص لسه خلاص لسه. امال امتى؟ امال هتوقف امتى؟ امال امتى هتوقف من النار ولا خطك هتفك من النار؟ لو ما اعتقدش رخطتك من النار في رمضان هتقف امتى؟ لو ما دخلتش الجنة وبابها الثمانية مفتوحة 30 يوم هتدخل امتى؟ لو ميزانك ما تقلش والحسنات مضاعفة لدرجة ان العمر العمر ثوابها بقى حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري حجة وفي رواية أخرى صحيحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو المضافة يتخيل العمر بقى حجة مع رسول عليه الصلاة والسلام يعني اتضربت في كام دي؟ يعني اتضافت كام دي؟ قيس بقى على الحسنات بقى وشوف درجة المضافة. لو لسانك ما تقلش في رمضان هيتقل امتى؟ لو ما امنتش أبرز أخطر مكان هتدخل فيه في حياتك هتأمنه امتى؟ لو ما امنتوش في رمضان، لو ما امنتش نفسك بالحسنات في رمضان بإذن الله وجل رحمة الله أن يرحمك بسببها هتأمن نفسك امتى؟ هتدرك الصالحين امتى؟ هموم تجعلك لا تنام في رمضان، هم الحرب، هم انك تلحق باللي سبقوك، تلحق باللي فاتك، تلحق المسافات الشاسعه في الطريق اللي انت تنكبت عنها وتنكبت عنها وتكسبت فيها، هم الاستطاع ان ربنا يستطيعك ويختارك. في زمان الاستطاع في رمضان في هذه الامه رمضان الوقت يا جماعه خلاص قايمه علامات الساعه. جاي مع تلاحظ علامات الساعة، جاي مع تواضع علامات الساعة مع بعض، جاي مع أشارات علامات الساعة اللي ظهرت، يعني الله أعلم لسه قد إيه في عمرك وفي عمر الدنيا كلها من أولها لآخرها، الله أعلم هتلاقي فرصة تانية زي رمضان دي تشحن قلبك فيها ولا لا؟ الله أعلم هتلاقي فرصة زي رمضان دي تطهر فيها صحتك ولا لا؟ الله أعلم هتقدر تلحق ولا لا؟ رمضان رمضان من الهموم اللي تخليك لا تنام في رمضان، هم الدنيا من ضمن اقوال العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه انه وقايه من كربات الدنيا لانك تعرضت للعطش والصبر عشان الدنيا عشان ربنا، فربنا يقود مشاكل الدنيا وابتلاءات الدنيا وكربات الدنيا من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الاسلام وهم نصر دين الله. وبشركم ايها المسلمون ان امبارح الساعه 12 بالليل على قمر النايل سات بدا اطلاق لاول مره قمر اقذر قناه سوريه للقصيص كان بطرس اقذر قناه سوريه بدا البث بتاعها الساعه 12 بالليل عشان الشعب المصري كله يشوفها ويبقى متاح لاي حد في بيته بيشوفها ويبقى في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشفى 24 ساعه وكان اول درس بدا بيه درس عن الشذوذ الجنسي عن غير خلق الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا الكلام لن يحرق قلبك يبقى مفيش حاجه تحرق قلبك، اذا كان هذا الكلام لن يحركك يبقى مفيش حاجه تحركك، اذا كانت الغيره على رسول الله مش تقومك يبقى مفيش حاجه تقومك، اذا كان ملايين المسلمين اللي في تركستان اللي 2000 واحد منهم دفن واحياء في الايام السابقه واللي الحكومه السوريه تقتل به من عشرات السنين واللي اتقتل منهم 5 مليون واحد في الاربعينيات من كثر اعمال القتل فيهم، اذا كان هم الاسلام مش هيحركك يبقى يحركك، اذا كان هم نصر دين الله والجنديه لدين الله مش هتقومك يبقى يقومك، لو هم الاخره ما قومكش وهم الوصول الى الله وهم ان ربنا يستقيم وهم انك تلحق بالصالحين في الاخره والجنه وهم انك تنصر دين ربنا اللي بيطهر فيه ويحارب وهم الوصول للفردوس الاعلى وهم اللي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الاخره والنجاه من اهوال الاخره والنجاه من عذاب القبر. اذا كل الهموم دي ما حركتكش وهم
نفحات الله في رمضان، نفحات الله كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفحات الله في رمضان هذا الموسم المعبأ بالحسنات والمضاعفة من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الموسم ونسبة المضاعفة وكل الفرص وأبواب الجنة الثمانية المفتوحة، إذا كل ده ما حركتش يبقى إيه اللي حركك؟ إخواني في الله، ختاما بأكرر الاعتذار مرة أخرى على التأخير، ولكن ده يعني خير بفضل الله، لأن أظن والله يعني أظن والله بإذن الله إن من تحدث خير مني في العلم وفي الفهم وأنفع لدينكم مني بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني كثير من الناس بيحب الصوت العالي وخلاص. وأكرر مرة أخرى يا إخواني، لو اتعطلت في طريق ربنا هتبقى مصيبة، لو اتأخرت في طريقك لأي حاجة في الدنيا، لو اتأخرت في طريقك إنك تاخد شهادة الكلية وسقطت لك سنتين، اتأخرت في طريقك إنك تخلص الماجستير والدكتوراه وسقطوك سنتين مرتين، اتأخرت في مشوار البحث عن مال، اتأخرت في أي مصلحة من مصالح الدنيا مش هتبقى مصيبة، ولكن المصيبة إنك تتأخر عن ربنا عن طريق ربنا وتيجي يوم القيامة تلاقي كل الناس سامعينك والصالحين كلهم سمعوك وتلاقي نفسك اتسبت الى الله. هي دي المصيبه الحقيقيه. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، اللهم تب علينا توبه، اللهم تب علينا توبه تستخدمنا بها لنصره دينك في الارض، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم انا وقفنا على بابك، لا رجاء لنا الا في رحمتك، لا امل لنا الا فيك، يا رجاءنا، يا ربنا ومولانا، يا الله، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، اللهم اغفر لنا مغفرتك، لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، تب علينا لنتوب. تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب. اعصم بطوننا من المطعم الحرام، اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم ألسنتنا من نطق الحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم ارجلنا من الخطو للحرام، اعصم ايدينا من البطش بالحرام. يا رب يا رب اجعلنا خالصين لك، مخلصين لك، مخلصين لك، اللهم اجعلنا من جنبك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على أمة محمد، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على أمة محمد، اللهم إن الكفار يحاربون دينك ليلا ونهارا، اللهم إن أهل الشهوات يحاربون دينك ليلا ونهارا، اللهم إنا لا نصبر أن نراك تعصى في شوارع الإسلام والمسلمين، اللهم إنا لا نصبر أن نراك تعصى ليلا ونهارا، اللهم ارحم قلوب من يحبونك ولا يصبرون ان يرونك تعصى يا رب العالمين، اللهم اعز اهل طاعتك، اللهم اعز اهل طاعتك، اللهم اذل اهل معصيتك، اللهم انصر دينك واعز اولياءك، واعز اولياءك، واذل لدينك ان يسود، واذل لشرعك ان ينتصر، واذل لكتابك ان يحكم، واذل للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب، اللهم انزل الهداية على قلوب شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اقصر ظهور العلمانيين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم ابحرهم، اللهم اهزمهم، اللهم نكي المهر يا رب العالمين، اللهم اكسر شوكتهم فانهم يحاربون دينك ويحاربون اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه والمجاهدين في العراق والمجاهدين في فلسطين وافغانستان وباكستان والسودان وكل مكان يا رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني في سؤال يا اخواني، كيف يكون رمضان فرصه للتغيير في رمضان للشباب؟ رمضان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش فرصة للتغيير، ده جعلوا 1000 فرصة للتركيبة مع بعض للتغيير. صيام صح بس كافي انه يغيرك، صلاة صح بس في رمضان كافية انها تقلب حياتك، لو بس اشتغلت في صلاة المعروف والصدقات في رمضان صح كافية انها تغيرك. رمضان أعظم فرصة انه يغير فيك أي حاجة. كل طاعه القران، القران يا شباب، القران يا اخواني في الله، القران اللي عايزين نتقي الله فيه، يقول لك رمضان شهر القران، هات يا ابن المصحف
واقعد امسك ورا بعض ورا بعض. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا اخواني اللي انتوا بتعملوا ده؟ رمضان شهر القران، طب ما الاسر شهر شهر القران، طب ما شعبان عند السلف اسمه شهر القران، القران هو يعني هو رمضان شهر، لا ده رمضان شهر التفرغ للقران، ايوه التفرغ للقران، ولكن ليس التفرغ لتلاوته فقط، كان ياتي جبريل فيدارسه القران، فين مدرسه القران؟ فين هذه السنه التي نادر ان تنتجها الامه؟ فين يا جماعه جهدنا على فهم القران في رمضان؟ جهدنا على الاحساس بالقران في رمضان؟ عايز تتغير في رمضان؟ خلي علاقتك مع القران علاقه سليمه في رمضان، اقرا القران صح؟ ما تجيش كل همك انك تمسك المصحف تقعد ورا بعض، والله العظيم معظم الاخوه لو واحد جاب المصحف المحمول بتاعه وشد الفتله بتاعته من النص بعد ما خلص، والله معظم الاخوه ما يفتكروا كانوا واقفين ولا كان بيقرا يصلي. طب انت بتعمل ايه يا ابني؟ طب انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ ده آية واحدة تفهمها وتعقلها خير لك من كل هذا وأثمر لقلبك وللطعام بعد كده. ده حتى الفكر الاستثماري انك انت لما تقرأ خمس آيات تفهمهم وتعيش معاهم ربنا يرزقك بسلامهم ألف طاعة بعد كده، لأنهم يكونوك على ده خمس آيات في أول سورة تقرأ قلب ومكة كلها. ده آية واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام بقى نبي بآية، النبي بقى نبي بآية عليه الصلاة والسلام. عايزين يا جماعة نتعامل مع القرآن تعامل تعامل سليم، تعامل حقيقي يا اخواني. اقرا القران يا عم زي ما انت عايز، ولكن عايز تتغير في رمضان كن علاقه سليمه مع القران. يعني اعمل ايه؟ يعني انت تفسير السعدي، جبت تفسير السعدي وعديت صفحاته كلها اللي هي طبعا المجلد المشهوره ده، عديت صفحاته كلها وقسمتها على 30 بحيث ان احنا نشوف اللي هيقرا تفسير الجزء من تفسير السعدي في رمضان هيقرا قد ايه؟ وجدت المتوسط، طبعا تطول في بعض الاجزاء وتقصر في بعض الاجزاء، المتوسط 29 صفحه. 29 صفحه، ما تعرفش تقرا 29 صفحه من العصر للمغرب؟ تقرا تفسير الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل من العصر للمغرب، تبقى بتقرا الايات وانت فاهمها، وانت عارف انت بتسمع ايه، وانت فاهم عن المالك سبحانه وتعالى ربنا بينزل لك رسالات بيقول لك فيها ايه. يبقى اذا يا اخواني لو عايزين رمضان يغيرنا لازم احنا نفسنا نتغير مع رمضان، احنا نفسنا نتغير في رمضان. نصيحتي ليكم يعني 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 اقرا القران زي ما انت عايز كثيرا، ولكن حاول ان الجزء اللي يقرا في التراويح تحضره بخشوع وتدبر وقراءه كده جيده جدا بعد العصر، او تحضره بالمدرسه انك انت تقرا تفسيره وتطبق بقى فكره المدرسه، احياء بقى خدمات المدرسه تطبق او تقرا تفسيره بحيث انك انت تعيش معاه. ولكن يعني يعني الحاجه اللي الواحد يمكن جربها زمان وفرقت معاه فرق ضخم جدا في حياته، وهذا من باب النصيحه لله، يعني ان كان الواحد ايام الكليه كان ممكن يعمل اليوم بتاع رمضان كله لجزء واحد بس، النهارده واحد رمضان، النهارده الجزء الاولاني. طب ما انت كده، لا ما انت كده ماشي في كذا خدمه مع بعض، لو جيت في جلسه الضحى قريت الجزء ده، وجيت بعد الظهر لغايه المغرب مثلا قرات تفسيره او سمعت تفسيره ودرست تفسيره، ما دي برضه ما، وجيت بعد المغرب الساعه اللي بتضيع مننا بعد المغرب فيه اللي اتقرا فيها جزء ولا جزئين، يعني خدمه ولا خدمتين على مدى الشهر كلهم، اديك ماشي في خدمه ثالثه، وجيت في التراويح سمعته، اديك ماشي في خدمه رابعه، خدمه سماع، وجيت في التهجد صليت بيه او صليت باكثر جزء فيه ربنا فتح قلبك فيه، اديك ماشي. يعني اذا انت ما بتبقاش قلق في الحسنات عن اي حد، ولكن انت بتخرج بعلاقه عميقه مع القران، مش قادر تطبق كده واصل ما بين الاثنين ووازن ما بين الاثنين، ولكن لازم علاقتنا تتغير في رمضان. يعني وبنصح كل من اتاه الله علما في كتاب الله ان يعني يعلم الناس التفسير في رمضان، لان علمائنا علماء السلف استحقوا دروس التفسير في رمضان لانها من باب مدرسه القران ومن باب ربط لغه القران، والا فكثير من الاخوه بيختم في القران في رمضان 7 8 10 مرات ويخرج من رمضان زي نفس المخلوق اللي دخل رمضان. سبحان الله، طب ليه يا ابني؟ كانت ختمة واحدة بس تبقى فاهم انك تعمل ايه، تغير لك حياتك كلها، تصنع منك داعية. رمضان اعظم ما حد اعلان الدعاء، ولكن لو اقمنا علاقة سليمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا يا اخوان، وربنا يسددكم يا رب ويفتح عليكم جميعا يا رب. جزاك الله خيرا يا شيخ على الاسئله المسلمه والمسلمين، والهب المشاعر وهيج القلوب، وحرض على القيام لنصره دين الله عز وجل، وحث على قطع الطريق الى الله عز وجل بقوه واجتهاد،
فهذا هو داء السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ما قال وأن يجزي له الأجر والمثوبة على ما لك من دعوة إخوانه. ونسأله سبحانه أن يجعلنا الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله.